فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اشتريت أضحية ثم بعد الذبح اكتشفت أنها شات أي أنثى وليست خروفا، فهل يجب علي شراء غيرها؟ هل يجوز التضحية بها؟ إذا كانت تبرعا منك فلا بأس، أنثى ولا ذكر ما في بأس. ما إذا كانت وصية موصي أنه يذبح خروف، الموصي نص على خروف، فلا بد من تنفيذ الوصية. نعم.